كيف؟ لو ولدك بس شعرة من ولدي ما حيكفيني فيكي ولادك التنين. لا خش يما على جنب. اسمعي الكلام يا عاطف. نزلوني. لا تخلوهم شي يقتل اخويا رئيس حربي. كلهم انا رئيس حربي ورحمه ابويا ما لك لكم اكبر تاني. لو طيع اخويا تمس جريان عايز تموت يا والله العظيم لو طيع مات مش هعرف اشتغل. عشان اعرف ابقى دلال لازم يبقى بالي رايق ومرتاح. خلاص يا جابر دكتور طايع في حمايه الحد الفجر وبعدها خد طارق. انت قلت يا رئيس حربي لحد الصبح يا جابر كلامي ما اتغيرش وبعدها اعمل ما بدالك لكن لو تمس قبل الصبح طاروا عندي. يلا يا رجاله. ندفع لهم الدية. مش هيقبلوها. يوم صفتي فيكو قتلين أبوك ورايح تدفع لهم الدية؟ طب أخوك الكبير وطلع جبان مش كفاية هو؟ حتبقى أنت كمان؟ فايتنا وراح على فين يا حلت أمك؟ فواز لو كمل مع حربي ميت ميت. مفيش حل غير ده ياما. لا في حل تاني. الحل الوحيد ان اخوك الكبير يسترجل ويطخ جابر. ياما فهمها لك كيف؟ قلت لك 100 مره ماليش في الدم. انا دكتور بعالج الناس. المفروض تقولي لي نفسي اشوفك ماسك مستشفى. نفسي اشوفك بتساعد الناس والناس بتدعي لك. مش نفسي اشوفك بتقتل. انت فاكرني مش امك اياك. انا امك وطول عمري بدعيلك. لا كنت انما دلوقت لا هدعيلك لما تخ جابر. ولما تخ جابر ياما ايه اللي هيحصل؟ صابر اخوه هيسكت ولا هيجي عشان يموت فواز ودايره الدم مش هتخلص؟ يا حزن قلبي عليك يا ولدي. ده أنا سميتك طايع عشان تطعني مش عشان تعصاني. شوفني يا رب. ربنا شايفك يما شايفك بس ما يرضاش باللي بتقوليه. أنا طايع بس طايع ضميري. أزهار خلي بالك من أمك. أول ما نصلح أمورنا نبعتولكم عشان تحصلونا. يا خيبتك في ولادك يا عواطف. يا خبتك في رجالتك يا عواطف. يا خبتي تعمل ايه ياما؟ ياما ياما وبيقولوا علي ام الرجال. يا ياما بتعمل ايه؟ رايحه فين ياما؟ رايحه اخد مطر ابوكم مدام بطني ما شلتش رجال. استهدي بالله ياما لا تأذي نفسك. هو فيه اذيه اكتر من كده. خلاص ياما خلاص خلاص هنقعد. بقول لك سيب ياما. هنقعد بقول لك سيب السلاح. هعمل لك اللي انت عاوزاه. صح انت ولدي. انت ولدي صح. قلبك انا حاسس اني مش حيهون عليك طارق ابوك. Thank you.
هو ده المستوصف بتاعك؟ بس ما كملش. قالوا لي اهل البلد وتعالوا هنا ببلاش. الناس هنا غلابه وعيانين يا استاذ بيه. عاوز ناخد منهم فلوس كمان. انت عايز تصلح الدنيا كلها طايع؟ مش للدرجه دي. المستوصف ده اتبنى بتبرعات الناس. محدش طلب منهم حاجه. هما اللي دفعوا. لما الليجيون يبقى عليهم ببلاش. من الاخر كده اللي بيزرع خير بيحصد خير. لا مش دايما. طب المهم ولاد عصران عايزين يقتلوني. بس كنت عايزني اشتغل معاك. لازم تقبض عليهم. ما قبضت عليهم. حرب حاول انك شغال معايا. ما انت لو ما قبضتش عليهم انا مش هعرف اشتغل وانا متهدد. ما انت اللي هتجيب الحمايه لنفسك. هجيب الحمايه لنفسي كيف؟ عشان احمي نفسي لازم اقتلهم. وانا مش عايز اقتل حد. امال انا واقف معاك ليه دلوقتي؟ انت اللي هتجيب الحمايه لنفسك زي ما اخوك فواز جابها لنفسه. هتقول انك دلال. بدل ما يبقى فواز بس هو اللي متدبس. نتدبس واحنا التنين. انا هخليكم تظبطوا لهم انكم دلالين. كيف؟ هنا في مقبرة هتقول لحرب انك لقيتها. مش السهولة دي؟ طب طالما عارفين مكانها ما طلعوهاش ليه؟ عشان البعثة اللي اكتشفتها ما كانش معايا تمويل تكمل بقيتها الحفر وفي زيها كتير. المهم عايزك تقول لحرب ان انت واخوك لقيتوها وانكم دلالين. وانت عايز تفهمني انك هتسلم المقبرة الحربي وتخليه يطلعها ويبيعها؟ لا هسلمه المقبرة وخليه يطلعها وهقبض عليه متلبس. شفت بقى؟ هخليك احسن دلال. صباح الخير يا دكتور، احنا جايين نكشف يا ولدي. هو المستوصف فتح؟ لا المستوصف قافل. يعلم ربنا يا ولدي، من حطت يدك عليه من يوم ما فوتنا لدلوق. رحتش دكتور تاني ليه يا عم بدوي؟ طب من فين يا ولادي؟ ما انت عارف الدواء كشفت نار يا ابو عمو. يا جماعه المستوصف قافل، مش هينفع اكشف على حد. معلش يا دكتور، بص على ولدي الله يخليك. خير يا عم بدوي؟ بكح كحة وعرة قوي يا ولدي. اكشف سطر. اها. هتروحي لصيدلية الدكتور جاسم وهتقولي له انك جاية من طرفي يديك العلاج ده ببلاش. فواز جبت لك هدوم. طب اقعد. عاوز مالك يا فواز؟ مالي؟ قبل ما ادخل السجن فطمتك على كل حاجة وانت قلت لي انك فاهم كويس ان اللي بعمله ده عشانك. كنت صغير ولا زن أمك على ودانك دخل في نفوخك. أقعد. لسه بتكلم معاه. مستعجل ليه؟ رايح لحربي؟ أنت لازم تدرى حبة طايع. حماية حربي خلصت وولاد عصران ممكن يجوا في أي وقت. أنا لازم أجيب الحماية من حربي. تاخد الحمايه من حربي كيف؟ هاجي معاك وساعتها اولاد عصران مش هيقدروا يلمسوني. تيجي معايا فين يا طايع؟ عند حربي اشتغل معاه ابقى واحد من رجالته. الرئيس حربي عنده رجاله كفايه. بس ما عندوش دلالين. وانت دلال؟ يعني انت اللي دلال؟ انت هتهرب اثار يا طايع؟ مش طول عمرك مش عاجبك شغل ابونا؟ هروح لحربي بيك أو من غيرك.
استنى. والله موضوع الحرس ده هم عن قلب. حاجة تقرف. ده أنا لو مش طول النهار بزعك في وشهم كان زمانهم قاعدين معانا دلوقتي. واضح إن كل واحد في البلد دي محتاج له حرس معاه. جايبانا هنا ليه؟ ايه؟ عادي يعني. ما عايزاش اروح. ولا عشان تسأليني على طايع؟ لا. موضوع طايع اتقفل خلاص. ما عايزاش اسمع عنه تاني. عرفت انهم ضربوا نار على بيتنا امبارح؟ مين؟ جابر ولد عصران وامه. حد جرى له حاجة؟ كان زمان يعني دلوقتي. واضح ان طايا كان عنده حق. كانش لازم يطلع. كان في السجن في امان. ولا عاد السجن امان. صابر اخو جابر دخل السجن عشان يقتلوا برضه. قومي هنا. أراضي القرعة في لوكسور الجديد. أحمد واصل عبد الرحيم. أحمد واصل عبد الرحيم. ألف مبروك يا أحمد. مبروك يا واصل. مبروك يا أحمد. مبروك يا واصل. ناشد يوحنا صلاح. ناشد صلاح. ناشد يوحنا صلاح. مبروك يا ناشد. الله يبارك يا حاج. مبروك يا ناشد. الله يبارك في جيم العمدة. اللي هقول اساميهم دلوك يطلعوا عشان ياخدوا حجة خمس فدادين في البر الغرب. ربيع عبد القادر القرشي. ربيع القرشي. عماد شعبان الفولي. عماد شعبان الفولي. رضوان عبد الحق الشريف. رضوان عبد الحق الشريف. ايه؟ مفيش حد من اللي قلت اساميهم موجود ولا ايه؟ وانا اهو. جرى ايه يا حاج رضوان؟ ما طلعتش ليه تستلم ارضك؟ عمدة الأرض دي أرض الرئيس حربي. كانت الحكومة كلفتني أوزعها عليكم. الرئيس حربي ما بيرحمش. الراجل اللي اشترى بيته قطع له اليد المضى بيها على العد. الرئيس حربي متداري زي الفراخ من الحكومة. بس يده طويلة يا عمدة. أنا يدي أطول. عبد القادر اللي سمع اسمه يطلع. سقفوا له. حق رضوان. سقفوا له. مش هنخلص من الموال الازرق ده. يا استاذه امينه اساليه هتلاقوا لنا الاثارات ميته. Non so cosa dirgli, lui mi ha chiesto quando troveremo reperti, cercheremo fino a quando li troveremo. Sì. No problema. ما فيش حاجة اسمها امتى يا ريس حربي، دي باسة أثرية، هتفضل كده تنقب لحد ما تلاقي. نقضيها خرايط ورطن مع بلدياتك الخواجات دول، ده لاهفين فلوس كدك دي لغاية دلوقتي، ما فيش حاجة طلعت. يا ريس حربي لو سمحت، ما تقوليش بلدياتك دي تاني، أنا مصرية زي زيك. النبي صح؟ أنت مش قلت إنك مولودة في إيطاليا وطول عمرك عايشة هناك؟ قضي طول يا شيخة. بعدين بيني وبينك، تكفيل ده مش مصري أبداً. أقول لك إيه؟ كبيركم أسبوع تلاقوا المقبرة الملكية. هو مش الدلال بتاعك اللي جايبنا هنا؟ خليه يوريني فين مكان الآثار وأنا أنزل أجيبها لك بنفسي. أمينة بتتكلم صح يا أبوي.
طيب يا دوبك نلحق معادنا. يا ابوي سيبك من اللي عامل فيها دلال ده ونركزوا في شغلنا. قول لي يا سلطان، احنا بنصرفوا قد ايه على الخرايط والاجانب والمعدات عشان نلاقوا مقبره؟ اوه ملايين. اهو دلال واحد حقيقي هيوفر الملايين دي كلها، هيلاقي لنا المقابر ببلاش. طب على الطلاق كلهم هتجصيه. انت شفت دلال حقيقي قبل كده؟ لا. يبقى خشمك ما يجيبش هوا. ايه اللي بيصفر ده؟ ما بعرفش. اقلع خلقاتها. ها؟ تعال. اقلع. ما معيش حاجة يا ريس ضاحي. اقلع على حالك بدل ما اخلي الرجالة تدلعك. حاضر حاضر. يا رئيس حربي. ليه؟ ليه كان مروح ليه؟ وداه زمايلك. قالوا سيادتك يا رئيس حربي انا عندي عيال كثير اقسم بالله ما هكررها تاني. انا عارف ان انت مش هتكررها تاني بس انا لو سبتك غيرك هيتشجع ويعملها صح؟ خلي بالك ما تقولش اي كلام هتتحاسب عليه اكتر من السرقه. قول لي انا ينفع اسيبك؟ لا. ودع زمايلك يا رئيس. ودع زمايلك. زومها ايه البتاع اللي على عينينا دي؟ ينفعش نعرف المكان اللي هنقابل فيه الرئيس. عشان كده خدوا التليفونات كمان. خلاص فك فك. معاه فواز. وانت ليه ما مشيتش من البلد؟ انا عاوز اشتغل معاك يا رئيس حربي. ايه؟ حد قال لك عنا وزارة الصحة اياك؟ قصدك عايز لحماية؟ لا، زي ما حميت نفسي جوه السجن اقدر احمي نفسي برا. زي ما حميت نفسك من ولاد عسران امبارح. قلت الكلمتين دول في البلد ووفرت على نفسك المشوار. ما عايزينش دكاتره هنا. وبعدين عشان تشتغل مع الرئيس حربي هتتحط سنين تحت الاختبار او من غير حمايه. ساعتها ولاد عسران هيطخوك. فمش هتنون اللي في بالك يا دكتور. ما فواز اشتغل معاكم على طول. فواز ربنا اداله هبه ما بيديهاش لاي حد، واحد في المليون. روح يا دكتور. رئيس حربي. أنا دلال يا رئيس حربي. سيبه. أوه دلال تاني. أنت دلال؟ أيوه. يعني بتحس باللي في بطن الأرض؟ زي أبوي. أبوك ما يختلفش عليه اتنين. لو أنت دلال صح تشتغل معانا وتاخد الحماية. يشتغل معانا فين يا أبوي على طول؟ أكتم. أما أتكلم تكتم. وأنا هرفع راسك يا رئيس حربي وهلاقي لك مقابل. طيب. طيب يا اخويا احنا رايحين نحفر في مقبره وراها لنا فواز. انت لو دلال صح هتوصل لنا. يلا. هوصل لكم كيف يا رئيس حربي؟ يا رئيس حربي هوصل كيف؟ ارجع كيف يا رئيس حربي؟
بقول لك ايه يا واد انت؟ انا صبري بدا ينفد معاك، ومش معاك انت بس، انت والغجر اللي بره دول. يا ريس حربي، انا والخرايط بتاعتي بنقول ان هنا مفيش مقابر ملكيه، لكن انت مصمم على المكان ده عشان اللي معاك ده قال كده. وعلى كلامه لقينا مقابر عمال اللي دايما يكون جنبها مقبره ملكيه واحده على الاقل. الخرايط بتقول ان مفيش، خليه بقى هو يدلني في مكان المقابر الملكيه. هيحصل بس مش النهارده. النهارده ولا بكره ولا بعد سنه. ليه يا فواز مش النهارده؟ قلت لكم الوحي بيجي لما بالي يكون صافي. سلامت بالك. والمره دي ايه؟ عندك فكر ولا بتحب جديد؟ لا، اخوي سايبينه يموت في الصحراء. لو دلال هيوصل. طب على طلاق الواد ده بياكل بعقل لا حلاوه، لا دلال ولا نيله. الواد ده دلنا على مكان عكس الخرايط ولقينا مقابر. مقابر عمال. قول يا فواز، في هنا مقبره ملكيه؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ ها؟ بيضحك علينا. سيبهولي يا ابوي، انا هعرف اتصرف معاه. تعال. فين؟ ندوره على اخوك عشان بالك يصفى. ربنا يخليه. المسافه قد ايه بين الحته اللي سيبناه فيها وبين المقابر؟ حوالي 25 كيلو. مستحيل يوصل. ربي يفضل في مكانه. لا ما تخافش، هيفضل في مكانه. بس لو لقيناه هيبقى مش دلال. انا ابوي ما بيسيبش حد بيكذب عليه. اضحك انت. طيب لو لقيناه نوصله لاقرب طريقه عمام ونقول له ما لقيناه. فواز تقولش كلام حتتحاسب عليه. بالله عليك يا ضاحي. اعتذر يا فواز، انا مش بساعدك عشان قلبي عليك. انا كل اللي عاوزه ان انا الاقي اخوك عشان نخلص من موضوع الدلاله دي، نخلص من كنت التنين. Thank you.
لقيتوه؟ ملوش أثر. متأكد؟ قبلنا عليه الصحراء حتة حتة ما لقيناش حاجة. قال دلال قال. كنت عارف إنكم مش هتلاقوه، يبقى خلاص. يعني إيه؟ الديابة كلته. عرفت ان في حاجة اسمها دلال.